متتبعي ومتتبعات القناة أجيال المستقبل التعليمية، لازلنا معكم في تقديم نماذج الفروض في علوم الحياة والأرض، وهذه الفروض موجهة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسي. إذن هذه الفروض غادي نديرو معها التصحيح ديالها. الفروض مع بالنسبة نختار هنا نشوفوا الجواب اللي صحيح واللي ما اللي غير صحيح، غادي نحاولوا نغيره. لير اكسبيري اي ريش اون ديوكسيجين، يعني الهواء اللي كيخرج اي ريش كيكون غني بالاكسجين، اذا الجواب خاطئ. اذا لو اكسبيري اي ريش اون ديوكسيد دو كربون، الجواب هو ديوكسيد دو كربون. لا ريسبيراسيون كونسيست ابسوربي، يعني ان التنفس هو كي يستنشق او كيدخل ديوكسيد دو كربون اي روجيتي لو ديوكسيجين، العكس صحيح. الجواب هو لا ريسبيراسيون كونسيست ابسوربي لو ديوكسيجين اي روجيتي لو ديوكسيد دو كربون، اذا هذا هو الجواب الصحيح. بالنسبه لي سؤال ثاني، لو ديوكسيجين باس دو لير او سون ان ترافيرسون لا باروا دي زالفيول، اذا هذا الجواب هذه العباره كلها صحيحه ما كتغيرش. لانسبيراسيون اي تان فينومين بيرميتون دونتري دو ديوكسيجين، يعني ان التنفس ايضا هو واحد الظاهره اللي كتسمح باش ندخلوا اكسجين للجسم، اذا هذه العباره ايضا هي عباره صحيحه ما محتاجه حتى لتصحيح. اذا ننتقل الى التمرين الثاني، لي جوندي لو شيما سيديسو، عندنا لوني تراشي لي برونش الفيول برونشيول ديافراغم اي بومون اي بومون. بالنسبه للوتي يعني واحد الشيما ديال الجهاز التنفسي عند الانسان. نبدا ننتقل الى التمرين الرابع، كومون بوتون بيرميتر ميتر اون ايفيدونس، كومون بوتون ميتر اون ايفيدونس ديال تبادلات غازية تنفسية باغ لا ميز اون ايفيدونس دو لا كونسوماسيون دو ديوكسيجين، يعني الا كان الانسان كيستهلك الاكسجين وكنستعملوها باستعمال باغ لوتيليزاسيون دو لوكزيمتر،
يعني واحد الجهاز اللي كنقيسو به هاد الدرجه ديال تواجد ديال ديوكسيد دو كربون اي دو ديوكسيجين اي بار لو روجي دو سي او 2. يعني كنستعملوا ديوكسيميتر اي لو روجي دو سي او 2 بار لوتيليزاسيون دو شو. كنستعملوا ماء الجير باش كنوضحوا واش كاين تواجد ديال ثنائي اكسيد الكربون. بالنسبه للسؤال هذا لا ريسبيراسيون est une fonction vitale au cours de laquelle se font les échanges gazeux entre l'être vivant et son milieu de vie. يعني هذا هو التنفس هو واحد هذا شي لون. لا ريسبيراسيون est dite pulmonaire. يعني كنستعمل كتكون رئويه يعني التنفس عند الانسان رئوي. car il se fait par l'intervention des poumons. pour bien étudier le rôle de six poumons on vous propose l'étude suivante. يعني باش نحددوا الدور ديال الرئتين غادي نديروا هذه الدراسه التاليه. on mesure les quantités de gaz contenues dans l'air inspiré et dans l'air expiré. les résultats de mesure sont représentés dans le tableau suivant. on a les compositions en gaz en lettres. يعني هنايا الكميه ديال الغاز باللتر. حيت كنهضروا على الديوكسيد دو كربون يعني سي او 2 بور 100 لتر لير انسبيري كيكون فيه 0.03 اللي كندخلو كيكون فيه ثنائي اكسيد الكربون قليل. وبالنسبه اللي كنخرجو اكسبيري كيكون فيه 4.5 في 100 لتر. يعني بالنسبه للديوكسيجين كنلاحظوا بان 100 لتر فيها 21 لتر و 16.3 بالنسبه اللي كنخرجوا. اذا ابري لاناليز دو سون يعني بعد تحليل الدم و ميزور لي كونتيتي دو ديوكسيجين اي دو ديوكسيد دو كربون دون لو سون ا لونتري اي ا لا سورتي دي بومون. يعني عند دخول الهواء الى الرئتين وعند خروجه تم قياس الاكسجين مع سي او 2 في الدم اللي كيدخل واللي كيخرج من الرئتين. سون اريفون او بومون اللي كيدخل الهواء للرئتين لقينا بان الاكسجين فيه 15 المليلتر في 100 مليلتر ديال الدم و20 بالنسبه للهواء اللي كيخرج ديوكسيجين. وبالنسبه للديوكسيد دو كربون يعني 1 مليلتر بور 100 مليلتر دو سون عندنا 53 مليلتر في 100 مليلتر ديال الدم. وبالنسبه لو سون سورتون دو بومون كنلقاو فيه 49 مليلتر في 100 مليلتر دو سون. يعني اش كتلاحظوا هنا كنلاحظوا بان الدم اللي كيدخل للرئتين كنلقاو فيه 15 المليلتر ديال او 2 واللي كيخرج كنلقاو فيه 20 مليلتر. وبالنسبه اللي كيخرج اللي كيوصل للرئتين الكربون كنلقاو فيه 53 مليلتر. اذا لا كيسيون كومباري لي كونتيتي دو ديوكسيجين اي دو ديوكسيد دو كربون دون لير انسبيري اي اكسبيري. لا كونتيتي ديال او 2 دون لير انسبيري اي سوبيريور ا سيل دو لير expiré. La quantité de CO2 dans l'air inspiré est inférieure à celle de l'air expiré. بالنسبه للسؤال الثاني comparer les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant et sortant des poumons. La quantité de O2 يعني دو ديوكسيجين دون لو سون اونطرون اي سوبيريور اي او بومون انفيريور كتكون قل انفيريور ا سيل دو سون سورتون. ولا كونتيتي دو سي او 2 دون لو سون اريفون او بومون اي سوبيريور ا سيل دي سون سورتون او بومون. يعني اللي كيدخل. إذن هنايا كيل كونستاتاسيون بوتون تيري
دو سيت كومباريزون، يعني شكون هي، ماذا يتضح لنا انطلاقا من هذه المقارنة. On constate que l'air inspiré est riche en O2 passe dans le sang à travers les poumons. يعني كنلاحظوا كيتبين لنا بان الهواء اللي كنستنشقوا كيكون غني بالاكسجين وكيمر في الدم عبر الرئتين. السؤال الاخر عندنا الاخير، عفوا، عندنا لو دوكيمون سي جوان ريبريزونت لا ستركتور ريسبونسابل دو سيز ايشانج غازو ريسبيراتوار complete le schéma. Idem, l'arbre maille le schéma. Air inspiré, radicon riche en O2. On a air expiré riche en CO2. On a alvéole. On a capillaire sanguin. Idem, on a le sang sortant des alvéoles pulmonaires riche en O2. On a le sang entrant dans les alvéoles pulmonaires riches en CO2. Et dans le schéma, le schéma montre les échanges gazeux au niveau de l'alvéole pulmonaire. يعني هذه الصورة كتوضح لنا التبادلات الغازية على مستوى هذا الالفيول بولمونير. اذا غادي ننتقلوا للسؤال 5. اكسبليكي Donc, comment se font ces échanges gazeux respiratoires ? يعني غادي نوضحو نشرحو كيف تمر هذه التبادلات الغازية. يعني l'O2 اللي هو le dioxygène passe de l'air au sang et le CO2 passe au sang des capillaires à l'air en traversant le paroi fin des alvéoles. إذن هذا هو التفسير ديال أو الشرح ديال كيفية المرور ديال هاد التبادلات الغازية. إذن كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم معي، وإلى فيديو آخر بحول الله.